مرحبا كيف كان يا حلوين ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم راح اعمل اجمل قالب كيك بعجينة السكر لخالتي رشا بمناسبة انها نزلت على سوريا من بعد 8 سنين غياب وغربة ولانها غالية عقلي قلبي كتير فحبيت اعمل لها بعجينة سكر واشتغل عليه كتير وبفيديو اليوم علمتكم المجسمات بالتفصيل مع تغليف وحشي الكيك وتغليفه بعجينة السكر وتلوينه وهلا رح اترككم مع الطريقة بالتفصيل بالبداية رح نبلش نشتغل بالمجسمات هون عندي نص كيلو عجينة سكر جاهزة ودائما جيب عجينة السكر جاهزة احسن بكتير من اللي تتسوى بالبيت واوفر رح اعجنة كتير منيح بايدي لحتى تطرى لانه اول شي بتكون شوي قاسية وطبعا على الطاولة برش دائما نشا مع عجينة السكر بينرش نشا ما بينرش لا سكر بودرة ولا طحين حصرا نشا من نص كيلو يلي طرينا بايدينا أخذت تقريبا 150 جرام من العجينة لحتى نعمل مجسم الطيارة مثل ما شايفين ببلش افرده بحاول خليه من قدام اعرض من تحت بعدين باصابعي بحاول بوز من قدام ومن ورا شوي لحتى يعطيني شكل الطيارة وهون براحة كفي حاولت ملسه كمان من تحت لحتى يعطيني انحناء بسيط وهلا باقي العجينة فردتها بالشوبك وخليتها سميكة شوي ورح نسوي جناحات الطيارة الامامية والخلفية مثل ما شايفين كيف قصيتهم وبرجع باخد هذا وبقص واحد قده بنفس الطريقة بعمل الجناحات الصغيرة بس على حجم أصغر وهون طبعا بزبطهم بإيدي بحاول ملسهم وخلي شكلهم زابط وحلو كمان بنعمل الزيل يلي هو الجناح الفوقاني يلي من ورا مو يلي عالجوانب يلي لفوق بنفس الطريقة بس بس حجم وسط يعني مو صغير مثل الجناحات الخلفية ومو كبير مثل الجناحات الأمامية وهلا هون العجينة كمان المفرودة عندي قطعات على شكل أحرف وراح أقطع جملة ويلكم باك رشا وقبل ما أحط القطعة على العجينة بلا بنشا وبقطع لحتى ما تلزق العجينة بقلب القطاعة وهون عملت مستطيلين قد حجم بعض لحتى نعمل الأعلام متل ما شايفين بمسطرة بعلم وبعدين بالريشة بلون على حسب العلم يلي عم تعملوه أنا عم بعمل علم ألمانيا وعلم سوريا لأنه خالتي جاية من ألمانيا على سوريا نفس الشيء هون العلم الالماني كمان بالريشة عم لونه ان شاء الله عقبال كل واحد فيكم يجتمع بحبابه وبالغاليين يلي بعاد عنهم اكيد ما ضل حدا ما عنده حدا مغترب لهيك ان شاء الله الله يجمعكم فين وتعملولن اجمل قوالب كيك وبالعلم الألماني لآخر لون دمجت نقطة برتقاني مع نقطتين من اللون الأصفر لحتى يعطيني اللون الأصفر الغامق القريب شوي للبرتقاني آخر شي بالعلم السوري رسمت النجوم وبالمجسمات ما ضل عنا غير الغيوم فردت العجينة وبعدين بالسكينة بإيدي رسمت غيمة وكفيت باقي الغيام على نفس الغيمة يعني حط الغيمة فوق العجينة وارسم فوقها وهيك بكون خلصت كل المجسمات طبعا هي المجسمات سويتها قبل بيومين لحتى تنشف واقدر حطها على الكيك واشتغل فيها براحة وهدول المجسمات بحطهم بمكان مهوى ما في رطوبة وبرجع لكم بعد يومين هي تاني يوم مو بعد يومين لانه بدنا نبني الكيك ونحطه كمان نهار كامل بالتلاجة والكيك هالمرة عملته كيك كاكاو وحشيته بكريمة كاكاو وجناز شوكولا لأنه هي الحشوة المفضلة عندي. يعني دائما كيكة عجينة السكر بنشتغل عليها لمدة 3 ايام. اول نهار رح نشتغل فيه المجسمات، تاني نهار رح نبني فيه الكيك ونحشي وبعدين نحطه بالتلاجة لبعد بيوم. وبنفس النهار يلي بنبني فيه الكيك بس بالليل يعني اقل شي بتكونوا حاطين الكيك بالتلاجة لمدة ساعتين لثلاث ساعات. بدنا كمان نغلفه بكريمة زبدة ونتركه لثالث يوم يلي هو اليوم الأخير يلي رح نغلفه بعجينة السكر ونزينه يعني بعد هاي المرحلة أنا هون تركته تقريباً ست ساعات بالفريزر من بعد ما بنيته على الأخير وهون بعد ست ساعات غلفته بكريمة الزبدة وكريمة الزبدة هي عاملتها النبل قبل على القناة رح لكم الرابط بصندوق الوصف وبس نغلفه كمان بكريمة الزبدة لازم نتركه اقل شي 12 ساعة لحتى تجمد كريمة الزبدة وتتماسك قبل ما نغلفه بعجينة السكر وتحت عجينة السكر حصرا يا كريمة زبدة يا اما جناش شوكولا سودا حصرا طبعا له عيارات خاصة ان شاء الله مستقبلا بعلمكم اياه تغليف الكيك مثل العادة بحط اول شي كمية منيحة من فوق وبعدين بدها من على الجوانب بحاول ما اخلي ابدا فراغ وما يبين الكيك وكريمه الزبده هي هي كريمه زبده ايطاليه كتير كتير طيبه وخفيفه مو مثل كريمه الزبده الفرنسيه او الروسيه يلي تقيله كتير وهون ضربت حواف من بعد ما شحفت من على الجوانب كل شي كريمه زايده وهلا بحطها بالثلاجه لتاني نهار وهي تاني يوم مثل ما شايفين كريمة الزبدة جمدت على الأخير وصلبت هون عندي كمان نص كيلو عجينة سكر رح أعجن كتير منيح بإيدي لحتى تطرى مثل ما شايفين وهلا رح لونها لون أزرق وإدمجها بس مو على الأخير لحتى تعطيني تمويجات السما مثل ما شايفين اكتفيت بالدمج لهون وبعد رشيت نشا على الطاولة ورشيت نشا الشوبك وفرت العجينة على الأخير هاي من بعد ما فردت العجينة بلف العجينة عالشوبك الشوبك وبعدين رح حطها على الكيك طبعا انا بغلف الكيك ب ب350 جرام من العجينة تقريبا اكيد اصعب بكتير اذا كتير رقيتوا العجينة اذا مبتدئين لساتكم فتركوا العجينة سميكة وغلفوا الكيك هيك اسهل عليكم يعني عم لكم هيك مشان ما تواجهوا صعوبات وتشقق معكم اذا رققتوها وتتعذبوا فيها وهيك بتيأسوا هيك اذا اول مرة بتشتغلوا فيها فخلي العجينة سميكة ما بيأثر بس انا متعودة لهيك برقة كتير ومثل مو شايفين هلا هون اصعب مرحلة بالعجينة لازم نضل نرفع وننزلها ونحاول نغلف فيها الكيكة بدون ما تعمل عنا كركشات لانه بدنا اياها ملسة على الاخير من الجوانب واصعب شي وقت توصلوا لاخر قسم من الكيكة مثل مو شايفين هلا لهيك نحاول نضل نرفع وننزل لحتى قد ما نقدر ما نخلي هالكركشات تطلع والتجعيدات طبعا بالنسبة للمحلات والمعامل دايما بغلفوا عجينة السكر سميكة كتير منه أسهل عليهم ومنه هيك الغش بينقش معهم يعني بدل ما يكون قطر الكيك أكبر والحشوة أكتر بكبروا لكم عجينة السكر وهيك بيزداد قطر الكيك من عجينة السكر يلي أغلب الناس بتكبها وما بتاكلها وخصوصي مع السماكة الزايدة يلي بيعملوها هيك بتصير مستحيل إنها تنبلع وبعدين بالمكاوي رح ملس الكيك منيح وهون هلأ بالسكينة رح شيل كل شي زايد وإذا ما توفرت عندكم المكاوي فبراحة إيدكم بتملسوا الكيك وهي زوايا ديالي شلتها ضفت عليها كمان شوية لون وخليتها مموجة ما دمجت اللون على الأخير وهذا القالب يلي طبخت الكيك فيه حطيته وقصيت حواليه بالسكينة مطرح الكيك وبعدين قصيتها من على جنب وهلا غلفت القاعدة بالمكاوي بثبت العجينة على القاعدة وكل شي زوايد برا بشيلة هون كل شي زاد عندي من العجين الأزرق فردته لشريطين طوال كتير وبعدين رح لفهم على بعض لحتى يعملولي لي جدولة رفيعة وهلا رح لفة على الكيك من تحت طبعا أكيد تيابي كله نشا إجباري بس الواحد يشتغل بعجينة السكر لازم يتعبى كلياته نشا لحتى تبين عليه الآثار مو مشان شي هاي هون عندي المجسمات حطيت فيه هون عواد اسنان وبعدين رح شكون بقلب الطيارة وبلش جهز المجسم كامل وقت بدنا نلزق المجسم بالطيارة بريش عليها مي بنحط على المجسم وبنلزق دائما وقت كنت لزق عجينة سكر بعجينة سكر ببساطة ريش عليها مي وكل شي بيلزق ببعضه وهون تحت الجناحات حطيت المحركات ومنه كمان بيتثبتوا الجناحات وراح بلش زين الطيارة اكيد كل واحد حسب كيف بحب تكون طيارته انا حطيت هون خطين حمر وبعدين هون حطيت العلم الالماني والعلم السوري سابقا بعجينة السكر عملت قلبين آل هالكيك اللي بجننوا واحد بعيد الام لامي الله يخليلي اياها والتاني بعيد راس السنة تبعيد الام موجود على قناتي رح لكم الرابط بصندوق الوصف اما تبعيد راس السنة فبوقتها ما كنت فاتحة القناة ان شاء الله على العيد الجاي بعملكم واحد تاني وهالمرة قالب الكيك عملته لخالتي رشا الغالية اللي قلنا 8 سنين مو شايفينا لانه كانت بالمانيا وهلا نزلت لهيك حبيت اعمل قالب كيك بعجينة السكر طبعا لانه قالب كيك بعجينة سكر ما لازم ينعمل غير للغوالي اكيد لانه رح نشتغل عليه 3 ايام فبده ناس تحرز كل شيء نشا بيجي على الكيك ببساطة كمان عريشة فيها مي بتنفضوا كل شي نشا هون عندي عجينة سودا رح أعمل خطوط صغيرة لحتى نعمل الطريق بين ألمانيا وسوريا بعدين حطيت الغيوم كمان بشكل متفرق على الكيك هون بعود اسنان حطيته بملون غذائي لون اسود ورح اعمل الشبابيك تبعت الطيارة من الجهتين ومن الامام واخر شي كمان جملة ويلكم باك رشا كمان بريش عليها مي متل ما شايفين بلزق الاحرف وبس هيك بكون خلصت اجمل قالب كيك لاغلى الناس على قلبي هذا هو الشكل النهائي بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا جربوا اعملوا قالب كيك للناس يلي بتحبوهم والغاليين على لانه عن جد الاشخاص يلي بتستاهل بتستاهل تعبه قالب كيك بنشغل عليه لمده 3 ايام تعبت عليه كتير بس بعرف انه الاشخاص بتستاهل اكتبوا بالتعليقات شو رايكم بقالب الكيك والله يجمعكم كلياتكم بالاشخاص يلي بتحبون بولاتكم والاشخاص المغتربين عندكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء بنزله باي باي